رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبعد التقرير والديكورات والشغل اللي شفناه. عرفنا احنا هنتكلم عن ايه، هنتكلم عن الديكورات مع مهندس الديكور باشمهندس محمد سلامة. اهلا بيك يا باشمهندس، صاحب شركة سلامة المقاولات العامة والتشطيبات وعمال ديكورات. عمل الديكورات المتكاملة. اهلا بيك نورتنا يا باشمهندس. اهلا بيك نورتنا، ربنا يخليك. نورنا باشمهندس. بس احنا عندنا عادة، المطبخ ما بنعرفش نسيبه. وبانه بيت بقى. فبما انك في بيتنا هنرجع لشيف نشوف عمل ايه، ونرجع مع بعض نبدا ونشوف يعني شفنا ايه الاخبار. عملنا ايه؟ تمام الحمد لله. احنا كده خلصنا البطاطس بوريه والخضار، خلاص استوى معانا. انا هنزل باللحمه الستيك دلوقتي اللي قلت انا هبتدي بيها اخر حاجه. طيب. عشان ما بتاخدش وقت. ما بتاخدش وقت. ما بتاخدش وقت. اللحمه الستيك احنا بس ايه دي هتاخد ايه الصدمه بتاعتها. بالظبط الصدمه، وهرفع على طول وانزل بالصوص. بالصوص بتاعها. تمام يا شفنا، نبدأ بيهم كده. تمام باشمهندس، يعني ليك علاقة بالمطبخ ولا كله ديكورات بس؟ لا يعني هو ليه علاقة بالأكل أكيد. يعني ما دام أكيد مش علاقة بالمطبخ والله. يعني تحب تعمل ولا تست بس؟ ساعات والله. انا احييك والله العظيم احييك يا باشمهندس، يعني ميرسي جدا والله. شايف؟ ايوه طبعا انا عارف ايه اللي بيحصل. شايف الباشمهندس البيض المسلوق؟ يا بيض المسلوق اكيد. واحد حاجات تانية كتير اهو بيعترف يا جماعه. والله يعني من بيت عبده شيما النهارده انا بحيي الباشمهندس يعني على صراحتك وما شاء الله عليك. يعني هي دي رجاله مصر يا جماعه. هي هوايه مبدئيا. هي يعني هي دي رجاله مصر. مهندس وعشان نعرف برضو ان افضل الشيفات رجاله. ماشي بالظبط. طيب شفت بقى امهر واحسن الشيفات فعلا الرجال. في كل شيء وفي كل مجال امهر حد هو الرجال. ماشي كده، ما عنديش طيب مشكله عادي. والسيدات برضو عادي. لا يعني احنا جينا وضعنا حضرتك ايه؟ نص المجتمع. نص لا انا بس كدا. بقى انا الباشمهندس ده حقيقه لازم لازم ينورونا، ينورنا كتير معانا. انا ارجع طيب للشيف. يلا يا شيف، ايه الاخبار؟ احنا خلاص ادينا الصدمه اللحمه. تمام هنطلع بيها دلوقتي. تمام وشرح برضو ما بتاخدش وقت. عشان الأكلة سريعة بنقول برضو، عشان أي حد شغال يقدر يعملها بسرعة جدا. وصفة خفيفة، اللحمة تبقى قطع شرايح خفيفة جدا. الجزار بتاعك ممكن تقولي له يقطع لك حتة ناعمة ويقطعها لك رفيعة. هي بس يا دوب بتاخد صدمة يا شيخ. هي بتستوي بسرعة لأنها رفيعة جدا. رفيعة جدا، رفيعة جدا. لو قعدت زيادة عن اللزوم هتنشف. هتنشف وهتشد، والأنسجة بتاعتها هتشد جامد جدا. فهي يا دوب تنزل على طول كده. يعني مش العكس، مش ان احنا لما نخليها في الزيت اكتر. اطلاقا اطلاقا. لا لا خالص. هنزل بالبصل كده واخليها ياخد لون بسيط عشان في نفس الطاسه بتاعه اللحمه. الطاسه عشان تاخد التيست بتاعها واللون البني بتاعها اللي هيعمل معانا الصوص. تمام. هننزل بالمشروم برضو. تمام. ده بقى الصوص بتاعنا، الصوص البني، صوص الديمي جلاس البراون البني. البراون اللي احنا قلنا عليه بيبقى بصل الاول وبعد كده البصله بتدبل معاك برضو عشان عايز اكلها برضو مش مهريه خالص. تمام. ما تاخدش برضو سوا. بالظبط كده. والمشروم ما بيستحملش، عشان كده نزلت عليه بسرعه انا مع البصل عشان يلون معايا. وانا جايب ال تمام وده الصوص بتاعنا البودر. الصوص البودر موجود عند العطاريه، موجود في السوبر ماركت. صوص بودر. صوص بودر نزلناه في المقادير معانا في الاول. تمام تمام. اديله بس وهيبدا ايه عايز ميه بس. خلاص. طب يا شيخ، طيب عبل بقى ايه ما تجهز ايه وتفنش الطبق بتاعنا. نبدا مع الباشمهندس محمد ونبدا اول اسئلتنا. وعايزين نعرف يا هندسه عشان الناس تبقى عارفه الاول بالشركه، فتعرفنا بالشركه. وهل الشركه مقتصره على الاعمال ايه، اعمالها ايه في الديكورات بس، ولا متكامل من كل شيء انشاءات؟ فتحب تقول لنا. هي الشركه عباره عن شركه مولات عامه. تمام. وبالاضافه لاعمال الديكورات. يعني انت بتبدا من الاساسات. من الاساسات لغايه الفينش. لغايه الفينش النهائي. من اي تو زد يعني. من اي تو زد. تمام تمام. طيب احنا عايزين نعرف بقى بالنسبه للديكورات ايه احدث ديكورات مده 2020 بالنسبه للديكور. تمام. هو 2020 مبدئيا بدات ان هي تشتغل على الطبيعه، سواء شغل الخشبيات، الاحجار، الرخام. في مثلا الالوان اللي هي برضو الوان الطبيعه. الدرجات الازرق، درجات البيجيهات، درجات البنيات. كده يعني بداوا يدخلوا كل شيء، والخشبيات في الديكور ما عادتش بتقتصر على الالوان بس. لا او لا التجديد في الالوان. لا 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 بقينا بندخل شغل جديد في جوه الديكورات. برضه هندسه عندنا مشاكل بقى اللي الناس عايزه تعرفها، او الحتت اللي الناس عايزه تعرفها، المشاكل اللي بتقابل العملاء
وانت بتعملهم الديكور، يعني جه عميل وبيتفق ان انت هتعمله ديكور، فاكيد بتقابلك مشاكل كتير ما بينك وبين العميل، في ايه المشاكل اللي بتقابلك وبتعديها ازاي؟ طيب تمام، خلينا نتفق مع بعض ان اي عميل بيبقى جاي طموحه كبير شويه، بس ممكن الطموح بتاعه ما بيتوافقش على المكان اللي هو يعني هو المكان اللي خاص بيه. طيب. سواء مثلا سكيل مثلا صغير، سكيل شقه او سكيل فيلا، كل سكيل ليه الشغل بتاعه. تمام. بنحاول ان احنا بناخد التصور من العميل اللي هو مثلا جايبه او اللي هو في خياله بمعنى اصح، نحاول ان احنا نوظفه على المكان بتاعه. طيب. باللي احنا شايفين ان هو هيناسب لامكانياته هو. يعني انت بتبدا تقعد مع العميل هندسه تشوف هو عايز يعمل ايه. المكان والمساحه هيتاح ان انت هتعمل ايه، بتبدا تحط طول ستيبس وافكار يعني مش بتلغي اللي في دماغه، بس بتوصله لافضل حاجه في المكان ده. ده اللي بتمشي معاه، وده اللي طبعا هيفرق اكيد المهندس عن ده. اكيد ما احنا بنشتغل معاه بالمقاسات اللي عنده، يعني حتى كمان بنيجي نشتغل بنفرش له المكان على حجم على حجم المكان اللي عنده. تمام. بالمقاسات نفسها. باشمهندس احنا عارفين بني ديكورات بيكون فيها ديكورات بالنسبه للمودرن او كلاسيك. طبعا. فاحنا عايزين نعرف منك بقى ايه الفرق بين الديكورات المودرن والكلاسيك. ايه الفرق بين الديكورات المودرن والكلاسيك؟ تمام. المودرن اولا بيبقى شغل بسيط جدا. تمام. ما فيهوش شغل القيم، شغل المذهب. تمام. بيقتصر على اللعب بالالوان. تمام. ديكور بيبقى مبسط بس بيبقى مفرح في نفس الوقت ومبهج. بندور ان احنا نلعب شويه مثلا برضو بنفس القصه برضو اللي هي اللي زي اتكلمنا عليها في الاول، اللي هي ديكورات 2020، ان احنا ندخل فيها شغل الخشبيات، شغل الاحجار، ممكن يمشي معانا في شغل المودرن. اما الكلاسيك بيخش شويه بقى في الشغل القيم، شغل ندخل شغل الذهبيات فيه شويه، شغل البانوهات، وهكذا. تمام. علشان الساده المشاهدين يتابعوا معانا ويشوفوا اكتر، فمعانا صور لشغل البشمهندس في شركه سلامه. طيب. فهنبدا نعرض الصور عشان ايه نشوف ايه الديكورات الموجوده في 2020 وايه اللي موجود معانا. فالصور هتنزل معانا دلوقتي ونبدا نعلق عليها معاك يا باشمهندس. تمام. دي اللوجو بتاع الشركه، ده شركه سلامه. تمام. دي صفحه الفيسبوك سلامه ديزاينر. تمام. وبعد اعمال حضرتك بعد العمل ده مدخل حضرتك تبدا تشرح لنا كل الصور. ده نادي الشرطه عندنا في فانا. نادي الشرطه. نادي الشرطه في فانا. تمام. ده المدخل للنادي. ده المدخل للنادي. تمام. ده ايه يا هندسه؟ ده جنب ديكور في بيت عميل. هو 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 مشجع كبير قوي لبرشلونه. برشلونه. عملها لابنه. تمام. ده صور. ده فيلا دوبلكس. فيلا دوبلكس. الحاجات الخشبيه فعلا باينه وظاهره ان هي داخله في شغل كتير. هي فعلا احلى. وبتدي منظر جميل جدا. تمام. ده ايه يا هندسه؟ ده كافيه. كافيه يعني انتوا مش مقتصرين بس على كده، ده في كافيهات معانا. تمام. تمام. ده شغل كافيه. ما شاء الله يا باشمهندس محمد سلامه، يعني عمل حاجات كتير جدا ما شاء الله، دايما بالتوفيق لحضرتك. طيب اشرح لنا. دي كانت ايه؟ دي عياده دكتور نسا. عياده. بسم الله ما شاء الله. لا الدنيا اتطورت. احنا بعد ما شفنا الديزاينات بتاعته هي فعلا الدنيا اتطورت يا جماعه. ما كنتش عارف ان عياده كده شقه. تمام. دي الحاجات الخشبيه والرفوف الخشبيه. يعني مع شغل الحجر. مع شغل الحجر. الاثنين بيخشوا في بعض. بس مدي مكس حلو جدا. تمام. الشكل جميل قوي. دي دريسنج روم. دريسنج روم حلو قوي جدا طبعا. شيك جدا. ده برضه نفس الكافيه اللي احنا ده الكافيه. ده باقي الديزاين. طبعا انت بتاخده من اللي هو يعني زي ما بيقولوا طوب احمر. طوب احمر. وتبدا تشتغل لغايه ما تسلمه. طبعًا. كامل بفرشه. طبعًا. مفروش كامل. تمام. ما شاء الله عليك يا باشمهندس، حاجات ديكورات تحفه. ديزاينات تحفه. ده ديزاين محل موبايلات. محل موبايلات. تمام. وطبعا الصور دي كانت 3D ماكس صح؟ على ما اظن. يعني العميل بيشوف بيشوف الحاجه على يعني قبل ما تتنفس اصلا. قبل ما تتنفس. ده شغل كده وبيشوف. يعني حضرتك اول حاجه بتبتدي بالكونسبت، الفكره نفسها، وتبدا تعمل الديزاين وتوري العميل الحاجه يشوفها قبل حتى ما تبدا تاخد اي خطوه في التنفيذ. تمام. ده برده ده شغل برده.
شغل الديكورات ال 2020 ده شغل المقاولات. يعني الباشمهندس داخل في مدارس ومطاعم وما شاء الله يعني خد بديل شامل كل شيء من ديزاينات ما شاء الله في كذا حاجه وكذا مجال. يعني انا اعرف في ناس بيبقى دايما مختصين في مباني الشقق والحاجات دي، بتبقى هي دي البدايه بتاعتهم يعني. بس انت ما شاء الله يا باشمهندس يعني. طب لنا انت بالك قد ايه يا باشمهندس طيب في المجال ده؟ دي مثلا 9 سنة. 9 سنة ما شاء الله دايما بتقدم يا هندسه. بس طيب معلش نرجع للشيف بقى نشوف عمل ايه ونرجع لحضراتكم. انا خلصت كده خضرستي والصوص بتاعي جاهز. انا كده هبتدي والبطاطس البوريه جاهزه معايا. تمام هبتدي اقدم الطبق بتاعي. تمام يا باشا ده الطبق بتاعنا. طبعا بنحط البطاطس البوريه ومعانا الخضار السوتيه والخضار، وهينفع للاطفال لان في الوان كتيره جدا. يعني حتى نقدر ندخل الالوان دي مع الاطفال مع بعض، وفي قيمه غذائيه عاليه جدا. هي وجبه متكامله كل حاجه وسهله. احنا بس نقول للناس الصوص عشان ايه عملناه الصوص ازاي. معانا البصل. تمام. وفي نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها اللحمه عشان ناخد التيست بتاعها واللون البراون بتاعها. تمام. بننزل معانا بالبصل والمشروم، ولو مستعجل قوي عندنا الباودر صوص جاهز موجود. تمام موجود. اسم الصوص ايه؟ صوص ديمي جلاس. ديمي جلاس. ديمي جلاس. ديمي جلاس ده الصوص جاهز باودر بيخش معانا بيتعمل على طول. بالظبط كده. تمام يا شيف. طيب يعني هنشوف اسامي المقادير معانا تاني على الهواء علشان اللي عايز يعمل ستيك بالصوص البني والخضار السوتيه والبطاطس البوريه، ال 200 جرام لحمه شرايح والصوص الديمي جلاس باودر هو ده اللي بيجي، هو ده الصوص الجاهز اللي بيتعامل معانا، والمشروم والملح والفلفل والخضار السوتيه جزر وكوسه وبروكلي والبطاطس البوريه بالزبده واللبن. وكده الطبق بتاعنا خلص جاهز للتقديم. انا عايزه الطبق ده هنا بدل على الترابيزه بدل البرواز. الريحه ما شاء الله. ف تسلم ايدك يا شيف. تسلم ايدك يا شيف. لسه مع بعض بس هنرجع تاني مع الباشمهندس. شيف انا الموضوع في الاكل مسيطر علينا في الاستوديو. باشمهندس كنت حابب اسالك بقى بعد الصور وبعد الحاجات اللي شفناها ديزاينات الجديده، في بعض عملاء او ناس كتيره يجي يقول لك لا انا هتجه للصناعيه، انا هخليها هي اللي تشتغل معايا، لا المهندس بياخد اوفر برايس عنهم، انا هعرف اوفر فيتجه لي. فايه المشاكل اللي ممكن تشوفها في الجزئيه دي وتقدر توضحها؟ هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. دلوقتي انت لما تيجي تجيب صنايعي هو كل واحد بيبقى دكتور في مهنته زي ما بيقول. تمام. بس الصنايعي مهما كان هو تعليمه محدود. طيب. اللي هو عارف دي بس. تمام. لكن المهندس لما بيجي بيشتغل معايا بيديله المقاسات وبيعمل له مخطط كامل يشتغل عليه. طيب بعد المخطط الكامل يشتغل عليه هو مش هيبقى فيه اي خطا ممكن يتعمل، زي مثلا ممكن المليات او السنتيات هي ما بتفرقش مع الصنايعي لكن بتفرق مع المهندس. ليه؟ لان هي بتبقى تراكمات، لو لكل بند بيركب على بعضه في الاخر السنتي او الحاجه البسيطه دي ممكن تفرق معاه في الاخر. فهي دي الفرق بين الصنايعي وبين المهندس. المهندس بيبقى دقيق شويه في شغله فبيشتغل على مخطط معين هو اللي في الاخر يديله الكواليتي الكويس. تمام. بتبقى حاجات مبنيه على بعضها، مهندس لفكره عارف ايه اللي هيتعمل في الاول وفي الاخر فبتخدم زي ما بيقولوا كله على بعضه. عنده تصور كامل بمعنى اصح. تمام. طيب باشمهندس عايزين نعرف منك بقى، هل في مشاكل بتواجه العميل في مواعيد التسليم مع مهندس الديكور؟ معايا انا للاسف لا. دايما انا بحب ان انا مثلا بشوف الاول العميل انت عايز المكان ده في قد ايه؟ لان اللي بيحكمني في الاول والاخير هو العميل. هو مثلا بيقول لي مثلا انا عايز المكان ده مثلا سي مثلا في شهرين. طيب. شهر ونص. عايزه لا انا عايزه مثلا على خلال 6 شهور. طيب. كده كده في الاخر بيبقى في عقد بيني وبينه بمده زمنيه معينه بيبقى احنا الاثنين متفقين عليها. ملتزمين بيها. ملتزمين بيها. وكده كده بيبقى في دايما بنحط شرط جزائي بين احنا الاثنين، يعني مثلا انا لو اخليت بيه انا اتحمل تكلفه غلطي. هو اخلي بيه يبقى. تمام. يعني دي برضو نقطه مهمه جدا يا عبده عشان العميل يكون مطمن وعارف ان هو هيستلم الحاجه دي في وقت في معين. في ميعاد معين لازم هيستلم فيه، ما غير ان هو يطلع يشتغل لوحده.
يبدا يتعامل مع الصناعيه، صنايعي يغيب، واحد يجي ده عمل شغل وده يجي يعدل عليه شغل تاني، فبيلاقي طب انت هندسه بالنسبه للصناعيه بتاعتك المشاكل اللي بيواجهها العميل لو هو طلع يشتغل بره لوحده في الصنايعي اللي بيتعبه، طب بالنسبه للبشمهندس الصناعيه عامل ايه معاهم الشغل بتاعك بيبقى ازاي؟ الحمد لله يعني الحمد لله الدولاب اللي معايا دولاب مدرب كويس جدا، يعني الستاف اللي معايا كله ناس على كواليتي عالي. اولا اتعودوا معايا على الشغل، يعني هم خلال 9 سنين هم شغالين معايا تمام. اي نعم في ناس زادت تمام، بس الحمد لله يعني هم كفاءه من غيرهم طبعا يعني الواحد برضو ما يعرفش يشتغل، فهم يعتبروا برضو ايد والرجل بتاع البني ادم. عايز اقول لحضرتك ان هم يعني بيزعلوا مني عشان انا بضغط عليهم في الشغل. يعني هم يعني انا برضو من خلالكم انا معلش حقكم عليا انا بضغط عليهم في الشغل ليه؟ عشان اطلع في الاخر الكواليتي اللي يرضي العميل. يرضي العميل. وده عشان خاطر الفرق اللي بيني وبين اللي هو لو اشتغل مع الصنايعي لوحده، هو لو اشتغل مع الصنايعي لوحده مش هيطلع كامل طاقته، فانا لما بشتغل انا مع الصنايعي بعرف اطلع منه كامل طاقته. دي حاجة يا عبدو تخلي العميل يكون مطمن، الباشمهندس يا جماعة بيضغط على العميل اللي معاه والصنايعي اللي معاه. وفي نفس النقطة دي برضو يا شيما هيبقى في لينا حتة تانية، ان العميل لما بيتعامل مع الصنايعي لوحده بيكلفه تكلفة اكبر أكيد. ولا اقل؟ ده اللي عايزين نعرفه من الباشمهندس، هي التكلفه بتبقى اكبر لو هتعامل مع العميل ولا لما يتعامل مع الباشمهندس؟ عشان فكر الناس ان انا اتعاملت مع الباشمهندس مباشر، لا ده انا هدفع تكلفه اكبر عشان الديزاين وعشان وعشان، فعايزينك توضح لنا برضو النقطه دي. نقطه جميله جدا. تمام. ليه بقى؟ دلوقتي انا لما اشتغل مع الصنايعي دايركت، الصنايعي ما عندوش يعني ما عندوش ايه اللي هو الفكر، لا مش الفكر، مش حاسس بالخامه اللي تحت ايده، مش حاسس بال هو بيقدر ما بيقدرهاش كويس، يعني هو بيقدرها كصنعه كايده نفسها كويسه جدا تمام، بس الخامات التكلفه بتاعت صناعته نفسها ممكن يغالى فيها شويه معاه. بيحس ان هي مثلا مره وهيمشي بيقوم جاي عاملها كده، لكن هو كده كده اللي معايا انا عارف ان هو شغال معايا دايركت، فمش مش يوصل لمرحله ان هو يعلي على العميل التكلفه، فبيديني انا السعر المعقول، فبالتالي انا بديه للعميل ما باخدش اوفر برايس على الصنايعي تمام. انا في الاخر بيبقى في اتفاق بيني وبين العميل بالنسبه للمهندس نفسه تمام. بضمن له حاجه تانية، بضمن له طبعا الخامات اللي هي الخامات اللي هي المعتمده اللي تديك الكواليتي الكويس، اللي تساعد على كمان الخامه كمان تطلع الفينش نفسه كويس، الفينش نفسه كمان محترم. يعني نقدر نقول دلوقتي للساده المشاهدين انت لما هتروح للمهندس ده هو هيوفر لك عن ان انت تروح للصنايعي نفسه، هو معاه سعر اقل، هو معاه صنايعي بتاعه بيشتغل معاه مده طويله مش شغلانه بس، فانت بتاخد سعر اقل بجوده اعلى تمام. يعني الفكر الخاطئ بتاع الناس ان المهندس لا هيزود عليا هيبقى اكتر، لا ده بالعكس، غير ان الديزاينات طبعا. طب نتكلم بعد الديزاينات ودي اهم حاجه هندسه، احنا عايزين نعرف الديزاينات الناس ايه بقى بتشوفها ازاي وبتعمل ايه؟ بمعنى يعني العميل عشان يجي عشان يبدا يعمل، انت بتوري له الديزاين ازاي؟ يعني قبل ما تبدا تشتغل بتحضر له ايه؟ ايه الجلسات اللي بتبقى ما بينكم لغايه ما تبدا للفاينل اللي انت هتشتغلوا عليه؟ هي اول مرحله خلاص لما بيجي مثلا العميل يقعد معانا بنقعد معاه بنحدد مكان المعاينه للمكان نفسه تمام. بنروح نعاين المكان بنرفع رفع مساحي للمكان كله. نبتدي بقى بعد الرفع المساحي نبتدي نشوف الاول هل هو عنده فرش او ما عندوش. لو كفرش الاول طبعا مش الديكورات، انت بتفكر في الفرش في الاخر تمام. لا احنا عشان نشتغل صح احنا بناخد المكان بعد ما بنرفعه بنفرش المكان، فعشان كده بنسال السؤال ده هل انت عندك فرش ولا ما عندكش تمام. لان هو ما عندوش فرش بنقدر ان احنا نشتغل على الفرش جديد، نقدر نعمل على قد المقاسات الموجوده بالفرش الجديد. طيب لو هو عنده فرش بنضطر ان احنا نرفع الفرش دوت، نرفع مقاسات الفرش نبتدي نشغل الفرش اللي هو القديم اللي عنده على المكان الجديد. فدي مرحله. بعد كده نبتدي نشتغل ونفرش المكان. بعد ما فرشنا المكان نبتدي نشوف الاول، برضو هنرجع تاني النقطه لو هو ما عندوش فرش خلاص احنا بنشوف بقى المكان دوت مساحته هل هتنفع كلاسيك ولا مودرن ولا سيمي كلاسيك الترا مودرن ايا كان تمام، ايا كان نوع التصميم ايه اللي هيتعمل. على المساحه هي اللي بتحدد لنا الروح اللي احنا نشتغل عليها، وبنوجه بالتالي بنوجه العميل للروح اللي احنا ينفع نشتغل عليها تمام. بدانا خلاص استقرينا على الروح اللي احنا اشتغلنا عليها، نبتدي بقى نشتغل التصميم بتاعنا.
نبتدي نشتغل معاه مرحله مرحله، وكل حاجه بتطلع بيتفرج عليها عجبته، عنده ملاحظه مثلا عايز يعدلها، نبتدي نعدل ونبتدي نشتغل وهكذا لغايه ما بنخلص داخل التصميم. خطوات كتير تمام بنحب تمشي عليها مع خطوات ومعلومات كتير عرفناها النهارده من الباشمهندس. باشمهندس محمد سلامه، شركه سلامه المقاولات العامه. حضرتك اللي حابب تقول اي كلمه او توجه شكر لحد اتفضل. طبعا بشكركم طبعا على التواجد معاكم. حلو شويه ان انت لبيت دعوتنا وكنت معانا النهارده باشمهندس. ميرسي ربنا يخليك. وبشكر طبعا الستاف اللي معايا كله سواء مهندسين صنايعيه عمال. بشكر زوجتي، بشكر والدي ووالدتي ان هم يعني وصلوني للمرحله اللي انا فيها دي. ربنا يبارك لك فيهم. ربنا يبارك لك فيهم. واحنا كنا سعداء ان انت كنت معانا النهارده يا باشمهندس. شفنا ديزاينات 2020 الجميل اللي عملنا اكل النهارده تحفه. تسلم ايدك يا شيخ محمد. محمد مبارك شرفتنا من البحر الاحمر، شرفتنا بالوصفه الهيلسي اللي عملتها لنا الجميله. شكرا. بشكركم طبعا لاستضافتكم الجميله دي بجد يعني، واشكر زوجتي هي معايا في الاستوديو كمان. ربنا يبارك لك فيها، منورانا النهارده. اخواتي برده دايما سندني. وبشكركم انتم كمان من خير وفريق العمل وفريق الاعداد. تسلم ايدك والله، الوصفه وصفه تحفه. تسلم ايدك والله. شكرا ليك جدا يا شيف. هيستنونا ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الخميس الساعه 5. استنونا بالنجم عبدو الشيم. مع السلامه.